السلام عليكم ورحمه الله وبركاته انت ممكن تروح للذكاء الاصطناعي زي شات جي بي تي جي كوبايلوت الاف الحاجات دلوقتي وفي بعضهم متخصص في ان هو يكتب كود تقول له اكتب لي كود مثلا بايثون او جافا سكريبت او او فكتب لك كود وتبدا تحطه في المنصه او الاي دي اي او المكان اللي المفروض بتكتب فيه الكود وتشغله ويبدا يشتغل ال دايمو مشكلته في ايه ان هو عباره عن بلوكات فهو شات جي بي تي خد البلوكه دي اكتبها اعملها انشئها وصلها وصل البلوكه الاولى بالثانيه بالثالثه وهكذا فدي الفكره ان ان انت بقى اضطر ان انت تعمل حاجات ممكن تكون في بلوكه مش موجوده بلوكه اسمها تغير بلوكه في مكتبه مش موجوده اتلغت ات خلاص الراجل مبقاش يطور فيها الحاجات دي كلها فالراجل فكر فكرة ان هو يستعين بريزر بي وده بيعمل لك الفلوت شارت على البرومت اللي انت هتدهوله تدي البرومت هو بيعمل لك فلوت شارت ومن خلال دوت يبدأ ان هو يحوله للدينامو وبدأ فعلا الموضوع دوت وبدأ ينشر حاجات هو اعملها بالفكرة البسيطة ان يخلي شات جي بتي يكتب الكود ويخلي الريزر يوصلهم او يبدأ ان هو يعمل له الفلوت شارت بتاعتها أو ممكن تفتح الدينامو على ملف تكست تلاقي التكست كله موجود فتاخده كوبي بيست من الشات جي بي تي وتبدله في الدينامو وتحل أي مشاكل موجودة دي الفكرة لسه راجل بيفكر فيها لسه بنفهمها لسه بنحاول إن احنا نطور فيها لأن لو قدرنا نخلي شات جي بي تي يكتب لنا الدينامو زي ما خليناه يكتب لنا الاوتوليزب في الاوتوكاد فده هيطور عملية التطوير بشكل كبير جدا انا اتمنى ان احنا نوصل للجراسوبر اللي في الراينو مش بنكبر ونقول ان هما الاتنين بعض لا 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 في فرق في الاتنين فان شاء الله دفع كده للدينامو بحيث ان هو يقدر